مادام يتوقف صحافي على إثر خدمة خدمها، أي الديمقراطية في خطر. نفدلكوا مع ما يفدلك زياد المكي اليوم، وقت اللي تتكلم نجم تخاف على روحك، خاطر تنجم تتحال أمام القضاء وإلا تتوقف من أجل تهمة تقع تحت طائلة قانون الإرهاب. راهو صحافي مش مرسوم 115 متعلق بالصحافة، دو توت فاسون القضاء مش مستعرف بالمرسوم 115. كل الصحافيين يقع تتبعهم، وقع تتبعهم بمقتضى فصول والا جرائم تنص عليها المجله الجزائيه، مش المرسوم 115. اليوم كونه يقع ايقاف، شفت في العالم كله يبداو خايفين من حاجه، يقول لك سا بو فويتي دون لا بريس، سا فويتي دون لا بريس، معناها اذا كان وصلت المعلومه للصحافه الله غالب. انت اليوم عندك معلومه خرجت، والصحافي هو الاولاني يتكلم عليها، وحتى اذا كان هو الصحافي الاولاني اللي يتكلم عليها، كان انت لازم عليك انك تعمل كل ما بوسعك مش ما تخرجش المعلومه هذه، واذا كان خرجت المعلومه هذه راي غلطك. هو خدمته الصحافي، يخدم خدمته انه يوصل المعلومه، انه يوصل الخبر، وخاصه عمره ما الصحافي يعطي مصادر نتاعو. ما تنجمش تلزم صحافي انه يعطي المصدر نتاعو، واذا كان ما تعطيش المصدر نتاعك نوقفك. دونك اليوم نجم نقولوا اللي حريه الاعلام على الاقل في خطر.